شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. يعتقد الأطباء أن سبب تدهور بعض الحالات ينتج عن كثرة المفاهيم الخاطئة عن المرض واللي تمنع تشخيصه في بدايته. هذاك علاش اليوم مش نحكي لكم على مرض الزهايمر وبعض المفاهيم الخاطئة. عنا في بيننا أنه مرض الزهايمر هو مصير كل كبار السن، هذا مفهوم خاطئ. صحيح أن الزهايمر مرتبط بعمر الإنسان، وكلما تقدم العمر زاد احتمال الإصابة بالمرض، اللي هو 5% من المصابين في هذا المرض أعمارهم تتراوح بين 65 و 70 سنة، ولكن هذه النسبة ترتفع إلى 45-50 بين الذين تزداد أعمارهم في 90 سنة. هذا من المفاهيم الخاطئة. عنا مفهوم آخر أنه الزهايمر مرض وراثي، هذا الاعتقاد لا يصح لأنه نسبة انتقال المرض وراثيا لا تتجاوز 10% في حين تطور 90 من الحالات التدريجية. المرض يتطور بسرعة وفيسة، لا صحة لتطور مرض بسرعة، وأنه المصاب لا يتمكن من التعرف على المقربين منه لأنه هذه العلامات قد تظهر في المراحل المتقدمة من المرض. وأولى العلامات تكون عادة اضطراب تذكر المصاب للأحداث الحالية مع تذكره لجميع الأحداث اللي مرت به في الماضي البعيد. من الأفكار الغالطة أنه لا يوجد تشخيص موضوعي للمرض، هذا خطأ شاسع، فالتشخيص الأساسي للمرض هو الاختبار العصبي النفسي، حيث يطلب الأخصائي من الشخص تنفيذ عدد من المهام مثل ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة وطرح رقم من الآخر، رسم بعض الأشياء الأجسام الهندسية والتذكر وإعادة كلمات معينة. فكرة أخرى غلط أن المرض لا يسبب الموت، مع انعدام علاج جذري لا يتجاوز معدل حياة المصابين 7 سنوات، لأنه خلايا الدماغ تموت تدريجيا، كما أن المصاب بالمرض في مرحلته المتقدمة لا يمكنهم حتى مغادرة الفراش من دون مساعدة شخص آخر، وتحتل نسبة الوفاة بهذا المرض المرتبة مراتب متقدمة بعد السكتة القلبية والجلطة الدماغية. كانت هذه مفاهيم خالطة حول مرض الزهايمر، وهذا كان موضوعنا اليوم في المفاهيم الخاطئة. شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة.